حدبتات الراس إلا نعرف فازية إلا نعرف فازية هبة وفا وإحساس هاي أم الربيعة هاي أم الربيعة حدبتات الراس إلا نعرف فازية إلا نعرف فازية هبة وفا وإحساس هاي أم الربيعة هاي أم الربيعة وصلنا أم الخير من هالوفا تعلم لو دارت اجمل طير وسط السما تكلم ونشوفك بعز دم صوري الحقبه وطلي دايما فوق صوري الحقبه منصوري الحقبه منصوري اللواء الركن أحمد سليم نائب قائد عمليات نينوى. السادة الضيوف الكرام، السادة الحضور، نحييكم ضيوفنا الكرام لحضوركم حفل قيادة شرطة محافظة نينوى الذي يرعاه قائدها البطل العميد الركن واثق الحمداني قائد شرطة محافظة نينوى بمناسبة الذكرى 96 لعيد تأسيس الشرطة العراقية الأبطال الذي تأسس وولد في مثل هذا اليوم من العام 1922. على بركة الله نبدأ احتفالنا بالسلام الجمهوري. يقوم الوطن لينحني إجلالا لأرواح أبطاله وتغيب الشمس خجلا من تلك الشموس نقف بكل فخر وإجلال لنقرأ سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق الأبطال الذين بدمائهم الطاهرة تحررت أرض الوطن من دنس عصابات داعش الإجرامية. الفاتحة. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. السيد نائب قائد عمليات نينوى المحترم، السيد نائب رئيس مجلس محافظة نينوى المحترم، الإخوة القادة، الإخوة الشيوخ، الإخوة الحضور أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمر علينا اليوم الذكرى 96 لتأسيس الشرطة العراقية البطلة، ونحن اليوم نحتفل بهذه الذكرى وقد تحقق النصر على أعداء الإنسانية، على داعش البغيض الذي عشعش في هذه المحافظة في 3 سنوات العجاف. فانبرى أبطال من هذا البلد من كافة المسميات ومن كافة القوميات والأديان، وبفتوى رشيدة من المرجعية الرشيدة ليقارعوا عداة الظلم في هذا العصر، كان لشرطة نينوى دورا كبيرا حينما مسكنا خط الصد في بدء المعركة في تحرير مطار القيار. والحمد لله، وبعد أن تعرضنا لعدة هجمات ومعارك لم يتمكن العدو من الحصول على أي شيء أو إرباك للقطاعات، وبعدها بدأت العمليات الرئيسية فكنا نقاتل مع القوات المسلحة وقدمنا قوافل من الشهداء والجرحى من أبنائكم من أبناء شرطة نينوى. وبعدها بدأنا بعمل آخر
ألا وهو إعادة الحياة الشرطوية التي فقدت لأكثر من 3 سنوات، والكل يعلم حاجة الناس إلى الشرطة في الموصل وفي نينوى. الشرطة جدا قدم تهاني وخذ تحيلا وهدى من حمداني من داخلي أهدي سلام الشرطة تحيي العيد تعيش وعيد الشرطة. تمر علينا اليوم الذكرى 96 لعيد لتأسيس الشرطة العراقية. نحتفل اليوم وقد تحررت محافظة نينوى من داعش الإرهابي. كان لشرطة نينوى الدور الكبير واليوم الدور الأكبر إن شاء الله في الحفاظ على الأمن والاستقرار في محافظة نينوى. بمناسبة الذكرى 96 لتأسيس الشرطة العراقية والتزامن هذا العام مع تحرير كامل التراب العراقي، أتقدم بأزكى آيات التهاني والتبريكات إلى السيد معالي وزير الداخلية المحترم وإلى جميع منتسبي الشرطة العراقية بصورة عامة وإلى منتسبي شرطة نينوى بصورة خاصة، سائلين المولى القدير أن يحفظ جميع أبناء قواتنا المسلحة وأن يرحم شهدائنا الأبرار ويمن على جرحانا بشفاء العاجل إنه مجيب الدعاء. أقدم التهنئة والتبريكات إلى وزارة الداخلية بكل منتسبيها من شرطة العراق، وخصوصا اليوم نحن نحتفل في محافظة نينوى بهذه المناسبة العظيمة على قلوبنا، وهو أول احتفالية بعيد الشرطة في محافظة نينوى بعد احتلال عصابات داعش الإجرامية لمحافظة نينوى. اليوم أقول للسيد قائد شرطة محافظة نينوى ولجميع منتسبي شرطة نينوى بكل صنوفها، المرور والدفاع المدني والجنسية والجوازات بضباطا ومراتب، كل عام وأنتم بألف خير، ونتمنى لكم التوفيق في خدمة هذا الشعب الذي عانى ما عانى طيلة هذه الفترة الماضية. نشارك في هذا اليوم في احتفالات ذكرى تأسيس الشرطة العراقية، وكلنا سعداء للدور الذي قدمته الشرطة من تضحيات وعمل طيب في حفظ الأمن والأمان، وندعو الله سبحانه وتعالى أن تستمر هذه الحالة الطيبة من حيث الأمان في عموم محافظة نينوى وفي العراق ككل. تشارك جامعة نينوى قيادة شرطة محافظة نينوى ومنتسبيها هذه الاحتفالية الكبيرة بمناسبة الذكرى 96 لعيد تأسيس الشرطة العراقية. الرحمة لشهداء الشرطة، ندعو الله أن يشافي جرحاهم، ونتمنى أن تؤدي الشرطة العراقية في محافظة نينوى دورها الكبير في الحفاظ على الأمن والأمان، ونحن ندعو أيضا المواطن في هذه المدينة أن يتعاون مع منتسبي شرطة محافظة نينوى لتأدية واجباتها. بهذه المناسبة العزيزة على نفوس العراقيين وهي الذكرى 96 لتأسيس الشرطة العراقية، بهذه المناسبة نزف أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى السيد رئيس الوزراء المحترم والسيد معالي وزير الداخلية المحترم والسيد قائد قوات الشرطة الاتحادية المحترم والقادة وضباط ومنتسبي الشرطة العراقية. أهنئ كل صنوف وزارة الداخلية بهذا اليوم العظيم، يوم 9 كانون، يوم تأسيس الشرطة العراقية البطلة، اللي الآن يعني هذا الاحتفال له طعم خاص مع طرد داعش من مدينة الموصل، مدينة الأنبياء والرسل، هذه المدينة التي عانت من ظلم داعش. الآن بجهود أبطال الشرطة، أبطال قوى الأمن الداخلي، أبطال قوات المسلحة، الآن تنعم هذه المدينة بالأمان، والآن بدأت نبارك بعمليات الإعمار إن شاء الله تبدأ عن قريب بهذه المدينة المنكوبة. باسمي وباسم كافة الضباط ومنتسبي مديرية مرور محافظة نينوى أهنئ معالي السيد وزير الداخلية المحترم بمناسبة الذكرى 96 لتأسيس الشرطة العراقية، وبهذه المناسبة أقدم شكري وتقديري لكافة أفراد القوات المسلحة والحشد الشعبي المقدس بمناسبة تحرير محافظة نينوى من دنس عصابات داعش الإرهابية. بدءاً نرحب بقناة الموصلية ونتقدم بأزكى آيات التهاني والتبريكات
بمناسبة الذكرى 96 لعيد تأسيس الشرطة العراقية الأبطال، نتقدم بالتهاني إلى السيد الدكتور حيدر العبادي القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء المحترم، وإلى السيد قاسم الأعرجي معالي وزير الداخلية المحترم. أجمل التهاني والتبريكات إلى شرطتنا الأبطال، جميع الشرطة في العراق وبالخصوص شرطة محافظة نينوى، هؤلاء الأبطال الذين جئنا اليوم لنهنيهم بذكرى تأسيس الشرطة العراقية في هذا اليوم المبارك. تهنئة من الأمانات إلى قيادة الشرطة في نينوى وعلى رأسها العميد الركن واثق الحمداني، وإلى كافة الضباط والمتسمين بهذه المناسبة الذكرى 96 لتأسيس الشرطة. كما ندعو من الله سبحانه وتعالى أن يتغمد شهداء الشرطة وكل القوات الأمنية برحمته الواسعة وتتمنى للجرحى الشفاء العاجل. أتقدم بالتهنئة الحارة إلى شرطة نينوى والقوات الأمن الداخلي بشكل عام، ونتمنى من الله تعالى أن يعينهم على مسك البلد بيد أمينة، وأن يسعوا ليلا ونهارا على أمن المواطنين في هذه المدينة المفجوعة.